دفع معنوي او مادي للمواطنين، وشكرهم انهم اتطلعوا في هذا الوقت الصعب، وشكرا كثير لكم. أنا بحب أشكر مؤسسة بيت لحم 2000 على تعاونكم يعني المستمر معنا، وبحب أشكر مدرسة سيرة اللي فكرت يعني فينا، وإن شاء الله بتمنى إنه يتحسن الوضع على الجميع يعني، لأنه جد الوضع كتير صعب، وإن شاء الله يعني فيما بعد يكون الوضع أحسن. شكراً.